بتسهيني يا بنت مريم؟ يا مريم صباح الخير. صباح النور. هروح افوت على المستشفى اطمن على ماما صباح، وبعد كده عندي كام مشوار واجي على طول. انا لو ما كانش عندي صيدليه كنت جيت معاكي. حبيبتي انت امبارح شلتي كل حاجه فوق دماغك، قولي لي هترجعي من الصيدليه امتى؟ يعني حوالي 8 بالليل كده. خلاص 8 ونص تبقي هنا. لا شمس، على فكره انا مش مريم، ومش هسمح لاي حد ان هو يتحكم في تصرفاتي. بصي انا مقدره ان انت عايزه تحافظي على الامانه اللي سابتها لك تيتا، بس انت ممكن تسالي تيتا نفسها، يعني هي عمرها ما سالتني انت رايحه فين وجايه منين. تمام، الموضوع مش محتاج المحاضره دي كلها. انا كل الحكايه ان انا عايز اعرف انت جايه الساعه كام عشان اوضب الغدا عليكي. تعالي وقت ما انت عايزه. طيب هو انت ممكن تسيبي الغدا عليا انا النهارده بما انك هتروحي المستشفى؟ يعني ماشي، رجعي تلاقي كل حاجه على التسخين. اوكي. باي باي. اتفضل يا مسيو هشام. لا شكرا يا استاذه روي، فطرت في البيت. بس دي مربى انا عاملاها بايديا. لا اصلا ما بحبش المربى اصلا، بتلزق. امال بتحب مين؟ نعم قصدي يعني في معايا جبنه رومي وجبنه بيضة. لا متشكر، بالهنا والشفا، عامل دايت. شكرا يا استاذه روي. مسيو هشام، احنا بقالنا كذا سنه زملاء وانت مش عايز ترفع التكاليف. نفسي تقول لي راوية كده حاف من غير أستاذة. أستاذة راوية، احنا بنشتغل إيه مع بعض؟ مدرسين مش كده؟ وفي مدرسة. فمن الطبيعي يا أستاذة راوية، بما إنك مدرسة يا أستاذة راوية، إن أنا أقول لك يا أستاذة راوية. ولا إيه يا أستاذة راوية؟ بعد إذنك. يا ريت يبقى من بختك ونصيبك يا استاذه راويه. اوبا ايه مرتاحه كده؟ تسلم ايدك يا حبيبتي. حبيبتي طمنيني عليكي، عرفتي تنامي امبارح؟ سامحيني لخبطت لك حياتك بتعبي ده ومشاكل الاولاد اللي ملهاش اول ولا اخر. حبيبتي اوعي تقولي كده خالص، بالعكس. اولا انا نمت واستريحت 100%، عارفه ليه؟ عشان ريحتك ماليه المكان. طب اقول لك على حاجه تفرحك، تصوري ان انا لما كنت في قمه توتري نتيجه اليوم كله ما عملتش نفس الحركات اللي انا متعوده اعملها. يا الف بركه، ان شاء الله دايما يا حبيبتي. ان شاء الله دايما يا بنتي. حبيبتي ما تشغليش بالك خالص، انا عايزاكي بس تاخدي بالك من نفسك ونطمن على صحتك. كل يوم يا شمس غلاوتك بتزيد في قلبي، ربنا يا بنتي حابة فيك غلقه كمان وكمان. احكيلي عملتي ايه مع العيال يحيى ومريم؟ لا اطمني كله تمام، وبعدين انا الوحيده اللي هعرف اصد معاهم، ما تقلقيش. على فكره انا سالت على الدكتور بس لقيته ان هو بيلف على الحالات اللي موجوده في المستشفى، وبلغت الممرضه ان هو يعدي علينا. اتصلت كمان بعماد لقيت موبايلي مقفول. عدى عليا الصبح بدري وقال هيجي تاني، كتر خيره، وصى عليا كل اللي بيشتغلوا في القسم، ربنا يسعده يا رب على قد خيره. انت غالي عندنا كلنا يا جميل. ربنا يخليك يا حبيبتي، ما تحرمش منك. دي واحده. الو، اهلا يا أنكل راتب، صباح الخير. معلش انا اسفه جدا، اتكلمتك في وقت متاخر امبارح. الحمد لله. معلش انا عارفه ان حضرتك مهتم جدا، بس انا بصراحه عايزه اطمن، محتاجه اقابلك عشان نتكلم في القضيه. انا مش مهم عندي دلوقتي الفلوس ولا التعويضات، انا اللي يهمني سمعه ابويا. اوكي خلاص، هكلم حضرتك بكره ونتفق على الميعاد.
ميرسي قوي. أورفوار. اصبري يا بنتي اصبري، ما انتي عارفه المحاكم يومها بسنه. عارفه بس انا تعبت، الحق لازم يبان بقى. ان شاء الله هيبان، اطمني ان شاء الله يبان. ادخل. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. عامله ايه النهارده؟ الحمد لله وكله بفضلك يا دكتور عماد. ميرسي قوي يا عماد على اللي انت عامله لماما. انا عملت ايه بس؟ صباح دي غالية عندنا كلنا. طبعا. طمني، هي المفروض تخرج من المستشفى امتى؟ هي التحاليل كويسة والحمد لله، بس هي لازم تعمل اشعة على الكلى. ما تقلقيش يا صبوحة، انا احب اشرح الحالة للمريض. شوف يا ستي، احنا عندنا نسبة البولينة عالية شوية، بس دلوقتي الحمد لله بقت كويسة. الحمد لله. مش هنحتاج أكتر من الغسيل بس. لا لا غسيل لا يا دكتور، أنا بسمع إنه غسيل ده صعب وكمان فلوسه كتير. أنت بتفكري في إيه دلوقتي؟ قولي الحمد لله، المهم العلاج. الحمد لله إن في علاج. أنا هطلع قسم الأشعة أطمن وهعدي عليك قبل ما أمشي. كتر خيرك يا دكتور، كتر خيرك يا ابني. ميرسي قوي يا عماد. في ايه بس؟ ممكن تطمني؟ انا راجع لك على طول. براحتك يا بنتي. يا رب يا رب الشفاء من عندك يا رب، الشفاء من عندك يا رب. هات لي صور الاشعه ونتائج التحاليل وخليهم يجهزوا الحاله اللي في اوضه 43 وجهزوا لي اوضه العمليات. شكرا. ادخل. عماد اتفضلي. لو سمحتي يا عماد طمني، هي هتفضل تعمل الغسيل ده على طول؟ ايوه طبعا، عشان ما تتعبش مننا تاني. طب وهو جسمها هيستحمل ده؟ ايوه هيستحمل. في حاجه تاني؟ بعد اذنك. في يا عماد مالك؟ انت بتكلمني بالطريقه دي كده ليه؟ عايزاني اكلمك ازاي؟ معرفش، تكلمني كويس يعني، تكلمني طبيعي. معلش انا كنت عايزه اعرف مصاريف المستشفى، انت عارف انا اللي مسؤوله عنها. ما تتعبيش نفسك، انا خلاص دفعت مبلغ تحت الحساب لحد ما نشوف الفاتوره الاجماليه قد ايه. متشكره. ممكن اعرف كام؟ مصره تعرفي لو سمحت. طيب اتفضلي. 30,000؟ هتدفعي؟ قصدك ايه؟ ان انا مش هقدر اسد؟ انا هتصرف يا عماد. شيماء بنتي. يا شيماء. ايه؟ عايزه ايه يا مريم؟ هو حد من البنات عارف حاجه من اللي حصلت؟ انا ما قلتش حاجه، المدرسه كلها عارفه الحوار ده من امبارح. اختك وست اتكلموا كذا بنت من هنا وسالوا عليكي. طب وانت مالك متعصبه كده ليه؟ وبعدين يعني مش قاعده جنبي. ما تزعليش مني يا مريم، بس انا امي بتسال البنات، ولو عرفت ان انا بتكلم معاكي هتطين عيشتي. صباح الخير يا بنات. اتفضلوا اقعدوا. طبعا يا بنات انتوا عارفين الامتحانات قربت وهتبصوا تلاقوا نفسكم فجاه بتمتحن، فانا عايزه كل واحده فيكم تعمل جدول، واول ما تروح من المدرسه تنام لها شويه وتقوم تذاكر. طبعا انا بقول الكلام ده للبنات اللي بيروحوا يناموا في بيوتهم،
مش البنات اللي بيسهروا بالربيوتهم في نصاص الليالي. بس لا مؤاخذة يا ميس، بس هو الكلام ده متوجه ليا انا ولا حاجة؟ لما تكوني بتكلميني تقومي تقفي. ما وقفنا اول ما دخلتي الفصل، ولا انت غاوية مرمطينا وخلاص؟ اقف طبعا. وانا هستنى ايه من واحدة زيك بتهرب من بيتها عشان خاطر ولادين بيتخانقوا عليها؟ ما انت صحيح ما لقيتيش اللي يربيكي. طب ما انت يا ميس لقيتي اللي يربيكي، وعشان كده عمر ولادك اتخانقوا عليك، ويا حرام لحد دلوقتي لسه ما اتجوزتيش. انت اشكالك مش بتاع التعليم، انت يا دوبك تروحي تشتغلي في كازن ولا كباريه. اوعي ايدك كده، اوعي ايدك هتقطعيلي القميص كده. طب هي كبرت في دماغي، ويا انا انت في المدرسه دي. يلا يلا بقى، اوعي ايدك. بقولك بقى